بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ازاي نقدر نظبط الوقت على جراند ستريم بي بي اكس، ونظبط مواعيد العمل، ونظبط ايام الاجازات، ونظبط البريك لو احنا بناخد بريك اثناء ساعات العمل. بعد ما بنعمل لوجن على اليو سي ام، بنروح على سيستم سيتنجز، بعد كده تايم سيتنجز. من هنا بنبدأ نختار التايم زون بتاعتنا، يعني احنا هنا في مصر فبنختار التايم زون بتاعتنا اللي هي بلاس 2، وبعد كده بنعمل سيف. بس لو عملنا سيف دلوقتي هيطلب مننا انه يعمل ريبوت للبي بي اكس، فاحنا هنعمل سيف في الاخر. بنروح بعد كده على الاوفيس تايم. الاوفيس تايم دي اللي بنحدد فيها مواعيد الشغل، يعني احنا على سبيل المثال احنا مثلا بنشتغل من يوم الاحد ليوم الخميس من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 5 مساء، فبنروح على الاوفيس تايم وبنقول له اد اوفيس تايم، وبنبدأ نحدد هنا الستارت تايم. انا ببدأ شغل الساعة كام؟ ببدأ شغلي مثلا الساعة 9 صباحا وبنهي شغلي الساعة 5 اللي هي 17، وببدأ كمان احدد له الايام اللي انا بشتغل فيها اللي هو يوم الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، طبعا الجمعة اجازة والسبت اجازة فانا بعلمش عليهم. بعد كده بقول له سيف. انا هنا كده حددت ان انا عندي مواعيد عمل من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 5 من يوم الحد اليوم الخميس زي ما حضراتكم شايفين. طيب لو انا باخد مثلا بريك من الساعة 12 ل 12 ونص، بعمل ايه؟ بقول له اد اوفيس تايم تاني، وباجي هنا بقول له ان انا عندي في ميعاد تاني من 12 لحد الساعة 12 ونص. بعدين هنشوف بعد كده بنقدر نستعمله ازاي. بحدد من 12 ل 12 ونص، وبقول له برضو في نفس الايام اللي انا بشتغل فيها الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس. بعد كده بعمل سيف. بعد كده بروح للهوليداي علشان احدد ايام الاجازات الرسمية اللي ثابتة كل سنة، فبقول له اد هوليداي. هقول له مثلا ان احنا هناخد 1 مايو مثلا اجازة 1 مايو، ممكن اكتب هنا عيد العمال 1 مايو وات ايفر، يعني بنكتب اي اسم هنا. وبعدين بقول له انه عندنا في شهر مايو يوم واحد ده اجازة، فبقى سيف. فخلاص هو قال لي في اجازة اسمها 1 مايو في شهر مايو يوم واحد. طيب عايز اضيف اجازة تاني، عيد تحرير سينا مثلا هو 25/4، 25 ابريل. انا طبعا ده اسم اي حد ممكن يكتب اي حاجة، اقول له 4 يوم 25 ده عيد تحرير سينا، سيف. وبفضل بقى اضيف الاجازات بتاعتي الرسمية واحدة واحدة جوه، بضيفها مرة واحدة بس ما اضيفهاش تاني، فهو مجهود بس بيتعمل مرة واحدة. طبعا لو عندي اجازة اكتر من يوم مثلا في شهر يناير، عندي شهر يناير مثلا يوم 2 و3 و4 اجازة فبدخل اعملهم، ده احيانا بنضطر نعملهم بشكل مؤقت في الاعياد اللي مرتبطة بالاشهر الهجرية، زي عيد الاضحى وعيد الفطر، فبنعملها وبعد كده بنشيل الهوليداي خالص بعد ما الفترة تعدي، لان السنة الجاية بيجي في ميعاد تاني غير اللي جه السنة دي، لان احنا هنا بنظبط على مستوى الاشهر الميلادية. بعد ما بخلص بعمل سيف، واستاذنكم بس بعد ما نخلص لازم نعمل ابلاي تشينجز، لان في ناس كتير كده بتنسى ابلاي تشينجز وبعد كده الفيتشر او الكونفيجريشن اللي عملوها في الفيتشر دي ما بتشتغلش، وبيبقى الموضوع بسيط جدا ان هم نسوا يعملوا ابلاي تشينجز. كده احنا عرفنا ازاي نظبط الوقت بتاع اليو سي ام، ازاي نظبط اوقات العمل ونحط فيها بريك، وازاي نحدد ايام الاجازات الثابته اللي مرتبطه بالاشهر الميلاديه. نكمل في سيشن تانية ان شاء الله. شكرا.